بلدك. وخلال هذا الاجتماع حيث كان التعاون الكامل ما بين ممثلي الدول الـ26 المشاركة فيه تعاونا كاملا، وتم الانتهاء من هذا الاجتماع في أقل من ساعتين بعد الموافقة على كل الاقتراحات المعروضة للمناقشة، بما فيها بيان شرم الشيخ، بما فيها المشروع الاتفاقية التي سيوقع عليها. خرجت من هذا الاجتماع متفائلا، مقتنعا أن إرادة الحكومات للدول الـ26 إرادة كاملة لبناء هذا التجمع وهذا التكتل الاقتصادي الذي سيكون حجر زاوية لمنطقة أفريقية موحدة حرة بإذن الله، محققة لأمال الآباء الأوائل الذين أقاموا منظمة الوحدة الأفريقية. نحن خطونا اليوم خطوة هاما على طريق الاندماج الاقتصادي الأفريقي. فالباب مفتوح لأسئلتكم، ومعي السيد سكرتير عام التجمع الكوميسا، سكرتير عام تجمع الاي اي سي، وسكرتير عام تجمع السادك. نحن على استعداد للإجابة على كافة أسئلتكم. تفضل فن. محسن محمود وكالة أنباء الشرق الأوسط. محسن محمود وكالة أنباء الشرق الأوسط. كنت عايز اسال برضو السؤال جميعا لحضراتكم جميعا، مصير التكتلات الثلاثة الكوميسا والاك والشرق وسادك بعد انشاء الكيان الجديد، هل هتفضل مستمرة بعد الاندماج؟ كنت بسأل حضراتكم. تفضل. كنت بسأل حضراتكم مصير التكتلات الثلاثة بعد الاندماج بينها ان شاء الله، بعد التوقيع على الاتفاق ان شاء الله يوم الاربع، مصير التكتلات هيكون ايه؟ هل هتكون مستمرة كل بذاتها ولا هتنتهي بعد الاتفاق؟ شكرا. He was asking what is the future of the regional communities after the constitution of that free trade area. Well, the three blocks, COMESA, EAC, and SADC, وسادك, are working closely together. معا بجد. Now, after this الآن free trade area, وبعد هذه المنطقة الحرة سوف نواصل العمل سويا في إطار السكرتارية العامة للمضي قدما. ومع ذلك فإن التجمعات الثلاث سوف تستمر تعمل كما هي الآن حتى يأتي في المستقبل لأن تصبح تكتلا واحدا. أريد أن أضيف إلى ما قاله زميلي وأشير إلى أن أعضاء التكتلات لهم الحرية في اتخاذ القرارات. والمرحلة التالية هي إقامة اتحاد. Third phase, which is further down the line, which is what he has indicated, is there will be the coming together. وبعد ذلك يأتي التجمع للتجمعات الثلاث لكي تصبح كيانا واحدا فيما بعد في المرحلة الثالثة. طارق عبد الغفار من وكالة أنباء الشرق الأوسط. هل حدث اتفاق خلال اجتماع وزراء التجارة بشأن القضيتين العالقتين الخاصتين بالتعريفات الجمركية وشهادات المنشأ؟
لا، لم تحدث أي مفاجأة، لأنه هاتين القضيتين محل تفاوض بعد التوقيع على هذه الاتفاقية، وهناك جدول بجدول أعمال بتوقيتات محددة لبدء التفاوض والانتهاء منه خلال الأشهر القادمة بإذن الله. هل ستحل القمة القادمة يا فندم؟ القضيتين ستحالان للقضية القادمة، للقمة القادمة؟ لا، مش ضروري القمة القادمة، إنما هتكون محل تفاوض فورا بعد التوقيع على هذه الاتفاقية. أي تفضل. Let me just appeal. Can you keep one channel, please? You keep on moving from channel to channel, and we are losing you. Yes, but they move from channel one to channel two. Just maintain one channel. If it's channel two, maintain channel two. Thank you. طب يعني تفضل. معتلب قناة ليبيا. السؤال حول الأوضاع الأمنية المتزعزعة في القارة آسف. عامة يعني نشاهد هناك التوتر الأمني في ليبيا. ليبيا اليوم تغيب عن الاجتماع الأمس واجتماع اليوم، من المعتقد أنها ستكون في اجتماع الأخير ولعل رئيس الوزراء سيكون حاضر. بداية، الدول التي لم تحضر كيف سيتم التعامل معها رغم أنها هي أعضاء في الكوميسا أو في غيرها؟ هي دولة واحدة، هي دولة، بلاش الجمع. نعم طيب. بلاش المبالغة. كيف سيتم التعامل مع ليبيا؟ لم تحضر بسبب الظروف. نعم، كيف سيتم التعامل معها؟ الاتفاقية مفتوحة أمام 26 دولة، من يريد أن يوقعها ويستطيع أن يوقعها الآن أهلا وسهلا، من يريد أن يؤجل التوقيع على هذه الاتفاقية وفقا لظروفه الأمنية أو الاقتصادية فيؤجل التوقيع، والباب مفتوح في أي وقت لأي دولة من هذه الدول 26 لكي تنضم إلى الاتفاقية. محمد مصطفى، قناة الأهرام. Just a minute. Can you tell them to keep one channel because we cannot hear? Just tell them at the back there to keep one channel, please. Sorry. Which channel is in? We can't follow the questions, even the answers. Channel 2, and please maintain channel. Sorry. No, you're right, absolutely right. It's a pity. محمد مصطفى، قناة الأهرام. إيه اللي ممكن مصر تستفيده من الاندماج مع التكتلات، واللي تستفيده أفريقيا من التجمع في وجود بعض المشكلات زي مشكلات التنقل وبعض مشكلات التصرفات المالية بين الدول؟ الحقيقة مصر وكل الدول المشاركة في هذه الاتفاقية يمكن ويجب أن تستفيد منها، فبيترتب على هذه الاتفاقية توسيع الأسواق المحلية مما يتيح للمنتجين في هذه البلاد وفي هذه الأسواق أن يتمتعوا باقتصاديات ووفرات الإنتاج الكبير، مما يخفض من تكلفة إنتاجهم، مما يزيد من قدرتهم على المنافسة. إنما أيضا هذه الاتفاقية ستتيح لكل دولة أن تتكامل مع اقتصاديات الدول الأخرى، أن تحسن استغلال الموارد المتاحة في هذه الدول. التقارب فيما بيننا سيجعل موقفنا التفاوضي في داخل المنظمات الدولية بالقطع أقوى. توسيع الأسواق سيدفع ويشجع نحو التصنيع، نحو إضافة قيمة إلى الموارد الطبيعية المتاحة، سواء كانت موارد طبيعية تعدينية أو زراعية، وذلك سيكون من شأنه أن يتيح فرص عمل أمام الشباب، أن يرفع مستوى معيشة الشعوب، وأن نحاصر دائرة الفقر. فالجميع له ويمكن أن يستفيد من هذا الاندماج الاقتصادي.
طبعا في تحديات، طبعا هناك قصور وفقر في البنية الأساسية، ولعل أوضح مظاهر هذا الفقر هو نقص مصادر الطاقة وانخفاض طرق الاتصالات والنقل، وعلينا أن نبذل مجهود لإضافة والارتقاء بمستوى البنية الأساسية، أن نزيد من وسائل النقل والانتقال، سواء كنا نتحدث عن النقل البري أو البحري أو الجوي. وأيضا أنا بدعو جميع الدول على الاعتناء والاهتمام بالدول الحبيسة زي زامبيا زي زيمبابوي بإقامة مناطق لوجستية لخدمة هذه الأسواق. جماعة اسألوا أسئلة جماعة المعروف ان هناك بعض الدول الافريقيه ومن ضمنها مصر وقع على اتفاقيات شراكه واتفاقيات تجاره مع اوروبا، هل يمكن ان يخلق هذا التكتل يعني اتفاقيه التجاره الحره الجديده، هل يمكن ان تخلق نوع من الازمات مع الجانب الاوروبي؟ من المعروف ان هناك العديد من اتفاقيات الشراكه واتفاقيات التعاون والتجاره مع عدد من الدول من الاتحاد الاوروبي وعدد من الدول الافريقيه ومن ضمنها مصر، هل يمكن مع توقيع اتفاقيه التجاره الحره ودمج التكتلات هل يمكن ده يعني يوجد نوع من انواع التخوف في العلاقه مع الاتحاد الاوروبي؟ سؤال موجه لي بشكل عام. بشكل عام you want to answer this question. اوكي انا مش شايف ما فيش اي تضارب اي تناقض بين هذه الاتفاقيه واي اتفاقيه مع تكتل اقتصادي اخر. الهدف من الدخول في اتفاقيات تجارة حرة هو توسيع نطاق السوق المحلي، بالعكس أنا شايف أنه تستطيع أي دولة من الدول الإفريقية الداخلة في هذا التكتل الاقتصادي الجديد أن تستفيد من علاقة دولة زي مصر مع الاتحاد الأوروبي من خلال الانتاج المشترك وفي داخل مصر للاستفادة من الميزات التي تتحقق من خلال اتفاقية المشاركة مع الاتحاد الأوروبي، والعكس بالعكس، يعني إن كانت هناك دول إفريقية لها علاقات متميزة مع دول المركوسور على سبيل المثال، أتصور أنه قد يكون لمصر فائدة للإنتاج المشترك فيها للاستفادة من الميزات المتحققة من الاتفاق مع دول المركوسور. يعني ليس هناك تناقض على الإطلاق من توقيع اتفاقية تجارة حرة مع تكتلات مختلفة. Just to add a very quick point here. نقطة سريعا. فبالنسبة للاتفاقية التي تتحدث عنها إنها تسهل الوصول إلى الأسواق وهي إحدى النقاط المهمة في عملية البنية التحتية وفي مجال الاتصالات والتصنيع، وأعتقد أنك تتفق معنا على هذا، وهذه تمثل عمدا أساسية وتمثل حوافز للمرحلة التالية، وما نصب إليه هو التكامل وليس فقط في أسواقنا وإنما فيما وراءها أيضا، ولنوصل إلى سوق واحدة. Countries have, be it Egypt under the euro,
Mediterranean Agreement or be it والدول under the economic partnership ودولنا بمقتضى هذه الاتفاقية توسع من أسواقها. Thank you very much, but even شكرا لكم وأريد أن أضيف في البداية بأننا ممتنين لمصر حكومة وشعبا للترحيب بنا. The question has already been responded to. السؤال الذي تمت الإجابة عليه أريد أن أضيف أننا الآن مع شركاء جدد وهذه التكتلات الثلاث كما قال الوزير نحن نزيد من قدراتنا It will also enable us to وتمكننا من العمل بشكل أفضل مع شركائنا وهذا لا يعني أننا في حالة وجود اتفاقيات مع شركاء آخرين فهذا لا يتعارض بل سوف يزيد وليس هناك أي تناقض في هذا الشأن بل يعمل على مزيد من التعاون بيننا. من المعروف ان من اهم التحديات نفسك الاول بفضل اماني الطويل دكتورة اماني الطويل مركز الاهرام للدراسات من المعروف ان ضمانات الاستثمار والتبادلات المصرفية الافريقية ضمانات الاستثمار والتبادلات المصرفية الافريقية من اهم التحديات اللي بتواجه الاستثمار المباشر انا عايزة اعرف هتواجهوا هذا التحدي ازاي واحد اتنين خبرة الصداق في هذه المسألة إلى أي مدى نجحت الصداق في هذه المسألة شكرا جزيلا Investment guarantees, investment promotion. No, but how did the SADC succeed in this particular field? Pardon, can you come again? We're talking about investments guarantees. Capital flows and how did the SADC succeed in this particular subject didn't you succeed let him answer let me answer it as follows دعني اجيب على سؤالك to say first and foremost what I do understand في البداية ما أريد أن أفهمه من هذا السؤال أنه إذا أتينا معا فهذا يتطلب ضمانات الاستثمار وتغطية الاستثمار وهذه الضمانات For example, by the International Finance Corporation of the World Bank. على سبيل المثال من خلال الاتفاقيات المشتركة. But that in addition to that, you have very few countries. I think there are three. هناك القليل من الدول. That have their own export credit guarantee. التي لديها ضمانات. But over and above that, بها. We have. A guarantee agency ولكن by the name of the Africa Trade سيكون لدينا وكالة معنية بالضمانات of which these 15 countries of the ECOWAS that is the economic ودول الإكواس التي نحن أعضاء فيها managing the Africa Guarantee Fund ومن خلال ذلك سيكون هناك ضمانات للاستثمارات الإفريقية من خلال دول حكومات مثل الدنمارك ووجزوا لأن هذا الأمر نحن معنيين به وقد قمنا بدراسته with that policy. In the event that the government does not pay, they pay. And then they get the government to pay because quite often for the private sector, delayed payments for بالنسبة للقطاع الخاص can affect their cash flow.
سوف تمثل هذه الاتفاقية تغطية ضد الإرهاب. وهذا هو مثال مثل عمليات الإرهابية في كينيا. أريد إضافة أيضا أو الإشارة إلى الأفريكان إكزيم بانك اللي هو بنك التصدير والاستيراد الأفريقي الذي هو أيضا يمول التجارة البينية الأفريقية ويضمن سداد قيمة الصادرات. هتبع لي صوتك بس عشان اسمعه يعني ما توشوشنيش. هل تم تحديد الدولة المضيفة للقمة القادمة؟ He's asking whether we have agreed on the host of the next summit meeting. لا، سيتم تحديده مساء اليوم وسيدرك في البيان الختامي للمؤتمر. من المتوقع يا فندم؟ ويجب أن يكون دولة من دول الـ EAC. وماذا لو انسحبت دولة يا فندم من الدول الأعضاء بعد تقرير التفقية؟ ماذا لو انسحبت دولة أو قرار تجميد عضويتها؟ انسحب ليه بس يعني مش لو معالي الوزير اتفضل. اوكي ثانك يو. محمد صلاح قناة أخبار العرب الكويتية. معالي الوزير أخبار العرب الكويتية. السؤال اللي كان موجه لحضرتك بخصوص التعارض بين الاتفاقيه دي واتفاقيات اخرى مع الاتحاد الاوروبي، حضرتك طبعا يعني انتعطت وكان واضح جدا. السؤال العكسي، يعني ايه هي الفايده بصفه ان احنا دوله عربيه ودوله افريقيه التعاون الافريقي العربي، وازاي نقدر نحقق مكاسب من وراء هذه الاتفاقيات، وخاصه ان احنا يعني ايضا دوله عربيه ولنا اتفاقيات شراكه عربيه وشراكه اقتصاديه مع دول عربيه ودول اخرى ودول اوروبيه، فما هي الفائده التي ستعود من خلال؟ اعتقد اني اجبت على هذا السؤال، لان نستطيع الكويت تستطيع من خلال انتاج مشترك مع دوله من الدول الداخله في هذا التجمع ان تنفذ منتجاتها الى الدول الاخرى. يعني العملية واضحة وسهلة ومفيدة للجميع وتحقق فائدة الحقيقة إقليمية لكافة الأطراف. اتفضلي فن. You're also going to get infrastructure. No, they're all thinking of trade and. تحتاج هذه الاتفاقية حتى تتحول إلى واقع على الأرض إلى إقرار البرلمانات الدول الأعضاء للاتفاق. هل هناك تصور زمني عن إمتى ده يحصل بحيث أنها حتى لا تتحول إلى اتفاقية مع وقف التنفيذ؟ وهل عدم حسم ملفات زي ملف قواعد المنشأ، هل ده هيؤدي إلى تأخير تنفيذ الاتفاق أو الاستفادة منه؟ شكرا. هناك جدول زي ما سبق وقلت، جدول محدد للانتهاء من المفاوضات حول الموضوعات العالقة، وثم ضرورة تصديق برلمانات الدول على هذه الاتفاقية. أنا في تقديري، وكل واحد ممكن يعني يقدر، أنا في تقديري أنه في خلال سنتين حنكون على الأكثر حنكون انتهينا من هذه المهام وانتهينا من إقرار البرلمانات لتصبح هذه الاتفاقية نافذة. Okay. Thank you. As the minister has just said, first we have given ourselves وكما قال الوزير، أمامنا عام لكي ننتهي من وضع التفاصيل والتصديق على ما تم الاتفاق عليه وتطبيق
third majority it will come into force. وسوف تصبح هذه الاتفاقيات نافذة بمجرد توقيع الأغلبية الدول عليها. ويأتي بعد ذلك تطبيق هذه الاتفاقية. منى تمام الفضائية المصرية. كيف منى تمام الفضائية المصرية؟ كيف سيكون التعامل أو تنسيق بين هذه التكتلات وبين برنامج بيتا الخاص بالبنية التحتية؟ ونعرف أن ده نوع من أنواع التحديات اللي تواجه هذه التكتلات. أنا ما سمعتش حاجة. كيف سيكون التعامل بين هذه التجمعات وبين برنامج بيتا في البنية التحتية؟ ونعرف أن ده نوع من أنواع التحديات التي بيواجه هذه التكتلات. That was already answered. لقد أجبنا على هذا السؤال من قبل. You know, trade agreements and tripartite. فهذه الاتفاقيات. It is not going. We are not going to finish everything overnight. لن تنتهي بين عشية وضحاها. And we have started with the free trade area. وحتى نصل إلى منطقة الاتفاقية الحرة. The free works will not exist. وفي الوقت المناسب سوف ننتهي من التوقيع والتوصل إلى التوقيع عليها، وسنواصل التعاون سويا. في مجالات التصنيع وغيرها، وما لم يكن لدينا القدرة على التصنيع فلن نستطيع التوصل لهذا. وكيف يمكن لنا أن ننقل منتجاتنا من مكان إلى آخر؟ والدول سوف تستفيد من خلال التعاون ما فيما بينها، ونحن مستعدين لمواصلة العمل. يكون في عملة موحدة تجمع الدول الأعضاء ولا لا؟ وعايزة أعرف برضو ليه 26 دولة مش 54 دولة؟ أولا في أخص العملة، إحنا زي ما تفضلوا ده بروسس، وبروسس طويل وصعب، وكل خطوة منها محتاجة إلى تفاوض ومحتاجة إلى اتفاقات وبتاخد وقت. فإحنا بعاد كل البعد عن العملة الموحدة. نحن زي ما قلنا بنبني منطقة تجارة حرة لتبادل التسهيل، تبادل السلع، الدفع والتشجيع نحو التصنيع وتنمية البنية الأساسية. هذه خطوة أولى. الخطوة الثانية هيكون اتحاد جمركي، والباقي سيتلو. أما ليه مش 54 دولة؟ لأنه برضو بنشتغل خطوة بخطوة. الأمل الأكبر، الحلم الأكبر أن نشكل وحدة اقتصادية أفريقية قارية، continental free trade area. إنما الحاجة من درس تتعمل في خطوة واحدة. هذا هو نصف القارة الذي يسعى إلى تشكيل وإنشاء هذه المنطقة، منطقة التجارة الحرة. الجانب الغربي بيسعى من ناحيته، وإن شاء الله في مرحلة لاحقة ستنضم الكتلتين. لما العملية بتاخد وقت الحقيقة. الساعة 3 هناخد سؤال واحد أخير. لا، الصف الأولاني أخد راح. تفضل يا فندم في الآخر. كله سأل. كنت لازم تقعد ورا. Sir, we want more details, especially about the FTA. نريد المزيد من التفاصيل عن الاتفاقية. وما نعرفه هو أن الاقتراح بشأن التجارة الحرة يجب أن يطبق على مراحل، حيث إن الكثير من المنتجات
مستبعدة من الاتفاقية، وبعد ذلك يضاف بعض المنتجات. As part of your negotiations in the future, نعم هناك مفاوضات totally في المستقبل. Zero tariffs for all products at the same time. Before we answer, you said you are from which CCTV. CCTV. من CCTV. الصيني التلفزيون الصيني. We don't have ourselves. Where did you get the 60%? The 80%. من أين لك هذه النسب التي ذكرتها؟ That what we have already, ما لدينا بالفعل الآن هو منطقة للتجارة الحرة. وإيجاد سوق حر، سوق موحد. على سبيل المثال مصر عضو في اتفاق الكوميسا، ولا يمكنها التجارة في 65% من منتجاتها مثلا في هذا السوق. ولكن نريد البناء على ما تم الاتفاق عليه، كما أن الاتفاقية التي نحن بصددها كما قلت كلها جزء من دعم الاتفاقية. نحن نتحدث عن المؤسسات التي تعمل على دعم. وآسف لمعلوماتك الخاطئة التي ذكرتها. السؤال الأخير مهم جدا. مع الوزير، حضرتك تعلم جيدا ان القوائم السلبية هي آفة اتفاق التجارة في اي مكان، وكوميسيا دليل على كده. الكوميسيا اخترقت من خلال القوائم السلبية. هل هناك ضوابط وقواعد تضمن عدم التوسع في القوائم السلبية لتفرع الاتفاق من مضمونه؟ هو ده سؤالك المهم؟ آه. لا طبعا ما فيش. لسبب معين. لسبب معين. لا لازم تفهمها. لا لسبب معين. انت النهاردة دول في درجة نمو مختلفة بتندمج وتزيل كل العوائق نحو مرور وانتقال البضائع. فهناك دول الضعيفة بتطلب استثناءات، واستثناءات مؤقتة حماية للصناعات أو القطاعات الناشئة فيها. فهذه الاستثناءات بتاخد صورة قائمة سلبية، أو بتاخد صورة تأجيل في تخفيض نسب التعريفة الجمركية. ويجب، وهذه هي صعوبة هذا التفاوض، يجب على كل دولة أن تأخذ في الاعتبار ظروف الدول الأقل نموا الأضعف اقتصاديا عندما تزيل الحواجز الجمركية التي تحميها. أشكركم جميعا، وإن شاء الله لنا لقاء آخر سواء غدا أو بعد آخر.